بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي العزيز. اذا كنت تعتقد ان فوزي لكجا هو الشخص الوحيد القوي داخل الرياضه المغربيه اللي بيقدر ان هو يوصل لاماكن كبيره داخل الاتحاد الافريقي لكره القدم، فلا يا صديقي انت فاهم غلط. وفي خبر لذيذ انا وقع قدامي كده، وهو خبر انتخاب المغرب بالاجماع صباح يوم السبت لتولي مهمه نائب رئيس الاتحاد الافريقي لرياضه الجوتيتسو. طبعا الجوتيتسو دي فنون قتاليه خلال الجامع العام الذي انعقد بمدينه الرباط، وتم انتخاب او تنصيب المغرب كنائب للاتحاد الافريقي للجوتيتسو خلال هذا الجامع العام، فضلا عن التصويت بالاجماع على ابراهيم افراني لتولي مكتب لتولي منصب الكاتب العام للاتحاد الافريقي للجوتيتسو. وشهد الجامع العام الانتخابي انسحاب ممثل الجزائر من سباق الترشح. تاني ارجع يا ماضي، تاني بينسحبوا من كاس الامم الافريقيه 2025 قبل التصويت قدام المغرب، وبينسحبوا برضه في الجوتيتسو. انسحاب ممثل الجزائر من سباق الترشح لتتوصل الاستحقاقات التي تكرس دور المغرب افريقيا ودوليا، خصوصا بعد اختيار المملكه لاحتضان المقر الرئيسي للاتحاد الافريقي والمقر الملحق للاتحاد الدولي للجوتيتسو. وفي هذا الخصوص اكد ابراهيم افراني النائب الاول لرئيس الجامعه الملكيه المغربيه للجوتيتسو والكاتب العام للاتحاد الافريقي ان احتضان المغرب لهذه التظاهرات القاريه والجامع العام الانتخابي هو تكريس الدور الريادي للمملكه المغربيه وانفتاحها على دول القارة السمراء لجنوب الصحراء تبع للسياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس وخدمة لشباب القارة الأفريقية. طبعا بالتوفيق للأستاذ إبراهيم أفراني، ونتمنى النجاح والتوفيق. وأما بالنسبة لرياضة الجوتيتسو فأنا بدعوك لمشاهدة الجوتيتسو. أعتقد أن الجوتيتسو فنون قتالية، أعتقد أن الجوتيتسو جزء من أجزاء الفنون القتالية، لو أنا فاهم غلط صحح لي صديقي. ولكن في كل الأحوال ألف مليون مبروك للمغرب تواجد مقر الجوتيتسو في المملكة المغربية. أما بالنسبة لانسحاب ممثل الجزائر فعادة سريتي مش جديدة، يعني هو أي حاجة في انتصار المغرب بتلاقيهم يذهبوا على طول.